صباح الخير، عاملين ايه؟ ازيكم؟ انا كويس الحمد لله. ربنا يبارك فيكم يا رب يا رب. انا رايح الجيم دلوقتي مع كريم ان شاء الله. يلا بينا. كاميرا. You are on the fastest route. You should reach your destination by 10:41 a.m. وصلت الجيم اللي هو مش بتاعي خالص، لان احنا هنا في الهيلتون دريم لاند وورلد جيم، فاحنا جايين مع بعض عشان نشجع بعض. بس هو لسه ما جاش، هو لم ياتي بعد. مش عارف يعني، ما قعدتش بعرف اصور من غير رينج لايت يا جماعه الصراحه. يعني مش عارف اعمل ايه. انا مغطيها كلها بمصليات، اللي هو انت فاهم. جيت فتحت الشنطه عشان كريم بيقول لي ايه اللي جاب دي هنا، وانا ما اعرفش، انا اول مره اشوف دي في حياتي. ففتحتها لقيت فيها الجاكيت ده. ثانك يو مان. تحرجنيش بقى قدام الكاميرا بصراحه. اداني الجاكيت بتاعه، يعني ده مش واحد زياده مثلا، ده هو لو خدتوا بالكم من حاجه، ان كريم اتردد للحظه كده وكان هيقول حاجه، كان هيقول ان هو فعلا واحد زياده، لان هو راح اليوتيوب ايفنت وخد جاكيت تاني فاداني ده. بس انا ما عنديش مشكله خالص، يعني انا مش متضايق خالص، بالعكس يعني انا مقدر جدا برضو ومبسوط جدا يا كريم. شكرا. I appreciate it. انت عارف ده معناه ايه بالنسبه لي؟ باركنج اوتيل وخايف تتقلب. اه مش عارف يعني، الواحد بينفخ في الزبادي، فاهم؟ مفيش حاجه باينه ليه؟ انا ما عنديش حاجه اقولها، انا بس حبيت استغل المشهد مش اكتر. اه شكله لطيف. هتاخد هنلعب الكورات دي. ده ابراهيم الصاوي، كنت بتمرن معاه ام ام اي. خلصنا الجيم ودلوقتي رايحين البيت عندي ان شاء الله علشان نعمل برجرز. لبست الجوانتي ده عشان اعرف امسك الكاميرا بعد البتاع. طيب، ومعانا اللحمه المفرومه. هو في العادي، ودي معلومه ليك انت برضه، في العادي اما تيجي تعمل لحمه مفرومه البرجرز، يفضل ان الفات كونتنت دهن يبقى 20% مثلا، 25% كتير كويس، لان الدهن هو اللي بيدي طعم. اللي انا بعمله دلوقتي، انا هحط اللحمه في الخلاط وبعدين اشيلها من على الارض وهنخلطها. ليه بقى؟ عشان لسه هنحط عليها شويه توابل وبصل وتوم وبتاع، ما دول تقريبا نص كيلو او اقل بسيكه، عشان اما بتخلطها بالطريقه دي بيبقى ماسك في بعضه، لان يعني الطريقه اللي احنا هنعمله بيها لازم يبقى ماسك في بعضه. هتجيب بقى ايه؟ جارليك باودر، ده اللي هو بودره الثوم. اه ممكن تحط ثوم عادي، بس انا مش عايز دلوقتي. وده بتهيألي كتير، او مش عارف والله هو كتير ولا ايه. بس انت عملته قبل كده؟ عملته. اه حد غير مراتك داقه؟ انا لا يعني حد ادالك فيدباك غير مراتك؟ اصل مراتك وش الابريشيشن بتاع ان انت وقفت عملت اكل هيغطي على طعم الاكل. هي دي حقيقه، بس هي كان عاجبها جدا، لان انا عملته كذا مره وقلش مني جدا قبل كده. ايه بقى اللي انت حطيته تاني ده؟ ده اونيون باودر، ده بودره بصل. انا بترجم بس عشان الجمهور يعني. تمام. هنجيب ملح. بمناسبه الانجليش يعني،
في حد من الناس بدأ يعمل فيديوز فيديوز دينية في النص قال 3-4 كلمات انجلش كمية النيجاتيف كومنتس مرعبة. حسيت ان احنا بنمثل قوي. ازاي؟ الانجليزي مش لغة نجسة يعني في قرآن بالانجليزي مش عارف ليه. ثانية واحدة احنا عملنا 8 ايه؟ كور 8 كور تمام؟ وهتعرف ليه دلوقتي. هنجيب زيت بس مش كتير قوي لان هو كده ولا كده البتاع في ده. طيب مهم بقى جدا ان النار تبقى عالية فحت عشان انت بتستخدمها كجريلا صح؟ اه بالظبط كده. انت هتجيب دي وتبططها. اه هتبططها بقى ازاي؟ على الاخر خالص بقى. اه وانا كمان. طب ما اكتب بقى ده فطار. تعال احضر الفليباية. امبارح انا قمت شايفة امبارح افشكها كده بس ما تكتبوك اخبارها هتكتبك عمرك كله يعني مش بس في التربية اللي هي في الاول مثلا الغاضي. طيب احنا دلوقتي هنحط الجبنة وبعد كده هنعمل حاجه زي ايه فرن صغير. هتقول لي يعني ايه فرن صغير؟ هتغطيه. اه بس فدي بتروح واخده الهيت ومرجعاه تاني فانت عملت ميني اوفن كده في البتاع. بص بقى لافلي فيري لافلي لافلي جدا بصراحه نفس الرقم اللي انت بتقول. ماشي بس اللقطه دي نايس. يس سايكولوجي وايز وبتاع بقعد اشوف شويه حاجات لا بتستفزني انتجريتي مرعبه. انت هتقعد تصور ولا هتاكل؟ إيه لا هصور. طيب ماشي. ان انا حاطط رول ان انا بطلت اصور لا وبقيت انجوي المومنتس بس عشان اغيظ مراتي. ماشي يلا بينا. يلا بينا. واو. ماشي. هو ماشي. عاش. لا لا ماشي. مش هقول اكتر من كده. اوكي الفلوج اللي واكل دماغ حازم كل ما نيجي نعمل حاجه صورها فلوج. المهم يعني عايزين لو انتوا عندكم اي افكار للموضوع في حاجات معينه عايزين تعرفوها احنا بنعمل دبل لايف بس عايز اكلم الناس اتنين لايف. اوكي فلو في حاجه معينه بتفكروا فيها عندكم افكار عندكم اي حاجه يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس وان شاء الله يعني البروسيس دي توصلنا للناس اكتر ونفيد ناس اكتر خصوصا الناس اللي بره. ماشي يا كبير. ماشي يا كبير. كريم ماشي. يوم كويس يوم حلو. انا كنت بتكلم في الفلوج ده في دلوقتي في اللايف ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هعمل شانل جديده بالانجليزي يعني هيبقى عليها كونتنت انجلش بس ان شاء الله لان انا زي ما انتم عارفين بحب جدا جدا اعمل حاجات بالانجليزي وحاسس ان انا عندي بعد كده محتاج اخرجه فحسيت ان دي انسب حاجه بدل ما اقعد ايه احشر انجليزي في الفلوج دوت او اعمل فلوج تاني منفصل ومش عارف ايه وما يبقاش فيه جمهور مخصوص لي فمحتاج او حاسس اني محتاج اعمل كده فعايز اعرف رايكم في الموضوع ده. غالبا بفكر اسمي الشانل دي Alien Beard فقولوا لي رايكم في الفكره عموما اعملها ولا لا قولوا لي رايكم في الاسم برضو ما تنسوش تعملوا على فكره الفيديوهات بتاعتي الحمد لله اللايكس بتزيد عليها
يعني الناس بدأت تستوعب ان اللايك مفيد وبتاع، فبدأت الاقي ان اللايكس بتزيد وكده. برضو معظم الناس اللي عندي يعني انا جيت بصيت كويس 32% بس هم اللي بيتفرجوا عليا ومش سبسكرايبد. فلو انت من ال 32% دول احب اسألك ليه، يعني ليه، يعني ليه، ليه؟ لي انا قاعد بالجاكيت في البيت رغم ان الجو حر، بس انا بحب الجاكيت ده.